أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج مؤشر النيل. نتعرف خلال الحلقة على أداء البورصة المصرية والأسواق العالمية. سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات نسبية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات التي سجلتها بعض الأسهم الكبرى والقيادية في الجلسات الأخيرة. وأغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة عند مستوى 1,910 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت أكثر من 102.5 مليار جنيه، فيما بلغت تداولات سوق الأسهم 24.3 مليار جنيه. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 بنسبة 73%، مسجلا 28,287.9 نقطة. وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 57%، لينهي التعاملات عند مستوى 6,178.6 نقطة. وامتدت المراجعات إلى مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا، والذي تراجع بنسبة 59%، ليسجل 9,095.5 نقطة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف خبير أسواق المال أستاذ أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الإفريقي. مرحبا بك في البداية، أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. كيف تقيم أداء السوق اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا عندنا النهاردة المؤشر الرئيسي كان صاعدا لحوالي 16 جلسة، يمكن استثنى منهم جلسة أول أمس وجلسة اليوم اللي أغلقوا باللون الأحمر. فشيء طبيعي طبعا أنه لما بيوصل لمستويات مقاومة مهمة، وصل لمستوى 28,800 نقطة 28,900 نقطة، واللي أكثر من مرة بيجد عندها البائع اللي بيبني الأرباح على الأسهم اللي حققت أرباح أو نسب ربحية كبيرة وبيتراجع منها. نعم. عندنا النهاردة يمكن أكثر من سبب. النهاردة طبعا عشان بكرة إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية، كل سنة والسادة المشاهدين وحضرتك بخير. فقبل الأجازة طبعا الناس بتحاول إن هي تقلل المارجن شوية، وعلشان طبعا نسبة المارجن دلوقتي بعدها نسبة فائدة كبيرة، وبتحاول إن هي توفر سيولة لأن ما تعرفش إيه اللي ممكن يحصل في خلال الأيام بتاعة الأجازة وبعد الأجازة إيه اللي هيحصل. وبالتالي بيلجأ المستثمرين لجني الأرباح الجزئي قبل الأجازات. الحاجة الثانية أن طبعا الإعلان النهاردة عن تأجيل مراجعة فردون النادي الدولي بيخف إيد شوية المستثمر الأجنبي من الشراء لغاية ما يشوف أن صندوق النادي الدولي هل هيتم إعطاء دولة الشريحة اللي موجودة ولا لا. وإن شاء الله دوت بيبقى شيء مؤقت برضو. عندنا التجار الدولي وصل لمستوى 82 جنيه، صاحب الوزن الأكبر في المؤشر وصل لمستوى 82 جنيه يمكن في جلسة أول أمس. النهارده بدأ يحصل شيفت جزئي من سيولة بتطلع من التجار الدولي صاحب الوزن الأكبر لقياديات أخرى أقل وزنا، فده بيأثر على المؤشر العام بالنسبة للبورصة بتأثير سلبي. نعم. وده اللي احنا شفناه النهارده يعني. أكيد. طب ما هي توقعاتك للجلسات المقبلة؟ إن شاء الله يمكن من يوم الأحد بإذن الله يعود المؤشر الصعود. إحنا عندنا لسه في قطاعات واعدة في المؤشر، القطاع العقاري والقطاع البنكي، وشفنا قطاع الموارد الأساسية اللي كان يمكن من ضمن قاطرة الصعود للمؤشر خلال الجلسات الماضية. عندنا في إيجابيات كويسة بالنسبة للمعطيات العامة للاقتصاد الكلي، استحداث وزارة الاستثمار وعودتها للمشهد مرة أخرى، فهنجد من يرفع راية البورصة مرة أخرى ويطالب بالمطالبات اللي احنا بنطالب بيها بالنسبة للضرائب على الأرباح الرأسمالية والطروحات الأولية وما إلى ذلك. وفعلا بدأت الطروحات الأولية شفناها في أكت فاينانشال. السيوله الناتجه عن بيع 20% من السويدي الكتريك برضه بنقبل ان جزء كبير منها يعود للسوق مره اخرى وينشط لنا التداولات خلال الجلسات القادمه. نعم. يعني انا بشكر طبعا حضرتك في النهايه على هذه المعلومات القيمه استاذ ايمن فوده، رئيس لجنه اسواق المال بالمجلس الاقتصادي الافريقي، شكرا لك.
تراجعت اليوم الأربعاء عقب صدور بيانات رسمية صينية أظهرت تباطؤ التضخم السنوي في يونيو وسط مخاوف من ضعف الطلب المحلي في أكبر الدول المستوردة للنفط الخام على مستوى العالم، وانخفضت العقود الآجلة لخام مزيج برنت القياسي بنسبة 37% إلى 84.35 دولار للبرميل، كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 29% إلى 81.17 دولار للبرميل. في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب في وقت يترقى فيه المستثمرون صدور قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة يمكن أن تلقي المزيد من الضوء على مسار أسعار الفائدة والذي سينتهج مجلس احتياطي الاتحادي. وارتفع الذهب 0.4% إلى 2372.87 دولار الأوقية، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.3% إلى 30.88 دولار للأوقية. كما زاد البلاتين بنسبة 0.4% إلى 987.75 دولار. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أسامة زرعي الخبير الاقتصادي. مرحبا بك في البداية. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. لماذا ارتفع الذهب عالميا خلال الفترة الراهنة؟ خلينا نقول ان النهارده الاربع وامبارح الثلاث كان عندي اكتر من كان عندي شهاده جيروم باول قدام مجلس الكونجرس، وكانت شهاده باول كان الاغلب كان بيتوقع ان باول هيبدا يمهد لتخفيض اسعار الفايده، لكن باول عكس كل كلامه وقال ان احنا مش هنبدا نخفض اسعار الفايده اطلاقا غير لما نشوف التضخم بيتراجع لمستويات ال 2%. نعم. خلال كمان الاسبوع اللي فات كان عندي اكثر مؤشر بيأثر على الاسواق، ويمكن باول نفسه كان اتكلم ان علشان نبدا نشوف تخفيض في اسعار الفايده لازم نشوف حاجتين، تراجع في التضخم وتراجع في معدلات التوظيف داخل الولايات المتحده الامريكيه. الاسبوع اللي فات كان عندي التوقعات بتشير ان التوظيف هيطلع عند 190 الف وظيفه، لكن للاسف سوق التوظيف ما زال بيدي سوق قوي وطلع عند حوالي 206 الف وظيفه. نعم. التخوفات دي كلها بدات تشوف الاسواق ان ما هو التحوط اللي جاي من الخوف من التضخم اللي ممكن يحصل. عندنا بكره ان شاء الله الخميس القراءه اللي جايه للتضخم، فالخوف كله من معدلات التضخم اللي ممكن تحصل في الولايات المتحده الامريكيه. سوق الذهب سوق بيتاثر جدا بكامل التحركات اللي ممكن تكون بتحصل حواليه، سواء كانت معدلات التضخم في الولايات المتحده او كمان معدلات التوظيف. كمان بجانب رجوع مره ثانيه السيوله والليكويديتي لصناديق الاستثمار الخاصه بالذهب. يمكن النهارده عندي حاجتين مهمين، عندي خروج لصناديق التحوط او مديرين صناديق التحوط بيخرجوا من سوق الذهب كان تخوفا من ان الفايده تفضل لفتره طويله، وعندي الجزء الثاني رجوع السيوله مره ثانيه من المستثمرين ومن اكثر من صندوق لصناديق التحوط الامريكيه، اسف صناديق الاستثمار الامريكيه المقاومه بالذهب، فنوعا ما بدات تحصل سيوله عندي خلال الفتره دي، فخلى نشوف الارتفاع ده للذهب، لكن اتوقع ان هو يبقى ارتفاع مؤقت يعني. كيف ترى يعني مشتريات البنوك المركزيه الاخيره؟ مشتريات البنوك المركزيه لما نيجي نبص مين اكتر البنوك حركت معانا السوق هيشوف ان الصين والهند وتركيا. الصين فضلت 18 شهر بتشتري الذهب، لكن اعلنت خلال الشهرين اللي هو مايو ويونيو ان هي مش بتشتري الذهب، ويمكن اتوقع هي دي اشاعه، الصين بتشتري ذهب لكن من الانتاج المحلي الخاص بيها مش من بره، فالصين بتشتري من نفسها لكن لم تمنع شراء الذهب. عندي السوق الثاني وهو السوق الهندي واللي اشترى اكثر من 16 طن خلال الفتره اللي فاتت، عند السوق التركي دخل ثاني جوه الاسواق. البنوك المركزيه ما زالت كلها جوه السوق، ويمكن هو لاعب كبير قوي معايا. يمكن كمان بشوف ان تايلاند البنك المركزي التايلاندي من اهم اللاعبين حاليا عندي جوه سوق الذهب، فما زالت البنوك المركزيه بتشتري الذهب. كان في
استطلاع من مجلس الذهب العالمي على اكثر من بنك مركزي بنسبه 84% من البنوك المركزيه اللي دخلت الاستطلاع قالت ان احنا هنكمل مشتريات في النص الثاني من 2024. فاتوقع ان ما زالت البنوك المركزيه هتبقى لاعب اساسي معايا في الربع الثالث او النص الثاني من السنه القادمه. نعم. هل توتر الاوضاع الجيوسياسيه لها تاثير على الاسعار؟ توتر الاوضاع السياسيه بيكون على حسب الثقل للتوتر الاوضاع الجيوسياسيه، بمعنى ان لما حصلت مشكله مثلا ما بين الكيان المحتل وما بين ايران لم نتاثر بيه، يعني ما كانش عندي التاثر القوي، لكن النهارده لما باجي ببص على كامل الاوضاع الجيوسياسيه، تاثر الشرق الاوسط هنا عندنا كان ليه عامل قوي في اسعار الذهب، كان ليه عامل قوي في اسعار الذهب، ما زالت روسيا واوكرانيا ليها عامل قوي في التوترات الجيوسياسيه. ولكن برضه يبقى عندي كمان الانتخابات الامريكيه بجانب التوترات الجيوسياسيه، فالاثنين هيدونا تحركات ممكن تبقى عنيفه خلال الفترة اللي جاية، ويمكن ده توقعي الشخصي يعني. نعم. كيف ترى أسعار النفط عالميا؟ كان تقرير الأوبك كان خرج بيقول إن احنا هنكمل في الـ 2.2 مليون برميل يوميا لحد 2024، ومن بعد كده هنبدأ نشوف الـ 1.8 مليون برميل في 25. أسعار النفط عالميا خلال الفترة اللي فاتت اتأثرت بعدة عوامل، كان عندي أول حاجة التضخم في الصين، ويمكن الصين من أكبر المستوردين في الإنتاج الصناعي تحديدا، فنسبة التدهور اللي ممكن يكون بيحصل في الصين أتوقع هيبقى ليه تأثير على أسعار النفط. الجزء الثاني كان الأعاصير اللي بدأت تحصل، وكانت خلت جزء ما من المواني قفل، فخلانا نشوف الارتفاعات اللي كانت في أسعار البترول. الجزء الثالث ويمكن هو مهم جدا بالنسبة لي، هو ما مدى التدهور اللي ممكن يكون هيحصل في الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا النهارده بشوف إن الإنتاج الصناعي بيرجع في الولايات المتحدة الأمريكية، معدلات النمو نفسها بدأت تقل هناك، كانت خرجت في الربع الأول 1.4، كان في توقع من الفدرالي الأمريكي في أتلانتا كان بيقول إن في مايو كانت توقعاتهم بتقول 4.2، التوقعات دلوقتي خرجت 1.7، فضعف النمو الاقتصادي سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو سواء في الصين خلال الفترة الراهنة وصعوبة التضخم، وبأكد عليها أتوقع هيبدأ يخليني حتى لو شفت ارتفاع تاني لأسعار البترول، أتوقع ضعف النمو هيبدأ يخليني أشوف تتراجع في أسعار النمو. نعم. بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى يعني مثل الذهب أو بلاتين، ما هي توقعاتك أيضا بالنسبة للأسعار؟ في الأغلب سوق المعادن نفسه سواء كانت فضة أو بلاتين أو ذهب أو خلافه، هما الاثنين اوريدي بيبدأوا يشوفوا سيولة داخلة ليهم. ليه؟ إحنا النهارده هنبدأ ندخل في مرحلة تخفيض لأسعار الفايدة، لكن يمكن كل معدن ليهم ليه أناليسيس خاصة بيه، بحيث ما هو الاستخدام اللي ممكن يكون بيستخدموه. بمعنى ان الفضه الانتاج الكبير جدا للفضه كله ده بيروح للصين، لان الصين هي تعتبر اكثر دوله مستهلكه للفضه في الوقت ده. وهكذا البلاتين، الذهب يمكن الجزء الكبير منه بيروح لمشتريات البنوك المركزيه. لما نيجي نبص على اكثر من نوع، وهل التضخم اللي تواجد سواء كان في الصين او في الولايات المتحده او في اكثر من مكان، لما نيجي نبص على القوه الشرائيه للعملات نفسها بنشوف ان هي حتى لو التضخم بيرجع لمستهدفات البنوك المركزيه، لكن في الوقت ده العملات بتفقد القوه الشرائيه بتاعتها. وبالتالي لما العمله بتفقد القوه الشرائيه بتاعتها، فبالتالي اسعار المعادن نفسها بتبدا تزيد. انتاج الفضه في العالم اتوقع ان هو هيزيد، وكان المستهدف للفضه ما بين ال 35 وال 30 دولار، المستهدف بتاعها كان المفترض يبقى 52 دولار، لكن اتوقع ان في اتجاه من مديرين المحافظ من البنوك من اكثر من حاجه للضغط على اسعار الذهب وعلى اسعار الفايده، اسف على اسعار الذهب وعلى اسعار الفضه، علشان ما يوصلوش لاسعار اكثر من كده. لكن يعني شئنا ام ابينا هيجي في وقت من الاوقات ويحصل اعاده تقييم لاسعار الذهب او لاسعار الفضه او لاسعار البلاتين، واتوقع اسعارها هتتضاعف عن المستويات اللي هي عليها. نعم. الاستاذ اسامه الزرعي الخبير الاقتصادي، شكرا لك.
في أسواق النقد الأجنبية ارتفع الدولار اليوم، لكنه حام بالقرب من أدنى مستوى في 3 أسابيع بعد نبرة حذرة في تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، واستقر اليورو عند 1.82 من ألف دولار، وارتفع الدولار 0.07% إلى 161.43 ين، بينما جرى تداول العملتين في نطاق ضيق قبل اجتماع بنك اليابان المقرر في نهاية الشهر. في آسيا ارتفع المؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى خلال التعاملات اليوم في جلسة متقلبة، مع تفوق أداء أسهم شركات المال وإقبال المستثمرين على شراء الأسهم للاستفادة من أحدث موجة صعود. وأغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.61%، كما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.47%. انتهى مؤشر النيل، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج مؤشر النيل، نتعرف خلال الحلقة على أداء البورصة المصرية والأسواق العالمية. سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات نسبية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات التي سجلتها بعض الأسهم الكبرى والقيادية في الجلسات الأخيرة. وأغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة عند مستوى 1.910 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت أكثر من 102.5 مليار جنيه، فيما بلغت تداولات سوق الأسهم 24.3 مليار جنيه. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 73%، مسجلا 28.287.9 نقطة. وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 57%، لينهي التعاملات عند مستوى 6278.6 نقطة. وامتدت المراجعات إلى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا، والذي تراجع بنسبة 59%، ليسجل 9095.5 نقطة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف خبير أسواق المال أستاذ أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الإفريقي. مرحبا بك في البداية، أهلا بك. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. كيف تقيم أداء السوق اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا عندنا النهاردة المؤشر الرئيسي كان صاعدا لحوالي 16 جلسة، يمكن استثنى منهم جلسة أول أمس وجلسه اليوم اللي اغلقوا باللون الاحمر. فشيء طبيعي طبعا ان هو لما بيوصل لمستويات مقاومه مهمه، وصل لمستوى 28800 نقطه، 28900 نقطه، واللي اكثر من مره بيجد عندها البائع اللي بيبني الارباح على الاسهم اللي حققت ارباح او نسب ربحيه كبيره وبيتراجع منها. نعم. عندنا النهارده يمكن اكثر من سبب. النهارده طبعا عشان بكره اجازه بمناسبه رأس السنة الهجرية، كل سنة والسادة المشاهدين وحضرتك بخير. فقبل الأجازة طبعا الناس بتحاول إن هي تقلل المارجن شوية، وعلشان طبعا نسبة المارجن دلوقتي بعدها نسبة فائدة كبيرة، وبتحاول إن هي توفر سيولة، لأن ما تعرفش إيه اللي ممكن يحصل في خلال الأيام بتاعة الأجازة وبعد الأجازة إيه اللي هيحصل. وبالتالي بيلجأ المستثمرين لجني الأرباح الجزئي قبل الأجازات. الحاجة الثانية أن طبعا الإعلان النهاردة عن تأجيل مراجعة سردون النادي الدولي بيخف إيد شوية المستثمر الأجنبي من الشراء لغاية أما يشوف أن صندوق النادي الدولي هل هيتم إعطاء دولة للشريحة اللي موجودة ولا لأ. وإن شاء الله دوت بيبقى شيء مؤقت برضو. عندنا التجاري الدولي وصل لمستوى 82 جنيه، صاحب الوزن الأكبر في المؤشر وصل لمستوى 82 جنيه يمكن في جلسة أول أمس. النهارده بدأ يحصل شيفت جزئي من سيولة بتطلع من التجاري الدولي صاحب الوزن الأكبر لقياديات أخرى أقل وزنا، فده بيأثر على المؤشر العام بالنسبة للبورصة
بتأثير سلبي. نعم. وده اللي احنا شفناه النهارده يعني. أكيد. طب ما هي توقعاتك للجلسات المقبلة؟ إن شاء الله يمكن من يوم الأحد بإذن الله هيعود المؤشر الصعود. احنا عندنا لسه في قطاعات واعدة في المؤشر، القطاع العقاري والقطاع البنكي، وشفنا القطاع الموارد الأساسية اللي كان يمكن من ضمن قاطرة الصعود للمؤشر خلال الجلسات الماضية. عندنا في إيجابيات كويسة بالنسبة للمعطيات العامة للاقتصاد الكلي، استحداث وزارة الاستثمار وعودتها للمشهد مرة أخرى، فهنجد من يرفع راية البورصة مرة أخرى ويطالب بالمطالبات اللي احنا بنطالب بيها بالنسبة للضرائب على الأرباح الرأسمالية والطروحات الأولية وما إلى ذلك. وفعلا بدأت الطروحات الأولية شفناها في أكت فاينانشال. السيولة الناتجة عن بيع 20% من السويد إلكتريك برضو بنقبل أن جزء كبير منها يعود للسوق مرة أخرى وينشط لنا التداولات خلال الجلسات القادمة. نعم. يعني أنا بشكر طبعا حضرتك في النهاية على هذه المعلومات القيمة، أستاذ أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، شكرا لك. تراجعت اليوم الأربعاء عقب صدور بيانات رسمية صينية أظهرت تباطؤ التضخم السنوي في يونيو وسط مخاوف من ضعف الطلب المحلي في أكبر الدول المستوردة للنفط الخام على مستوى العالم. وانخفضت العقود الآجلة الخام مزيج برنت القياسية بنسبة 37% إلى 84.35 دولار للبرميل، كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 29% إلى 81.17 دولار للبرميل. في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب في وقت يترقى فيه المستثمرون صدور قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة يمكن أن تلقي المزيد من الضوء على مسار أسعار الفائدة والذي سينتهج مجلس احتياطي الاتحادي. وارتفع الذهب 0.4% إلى 2372.87 دولار الأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.3% إلى 30.88 دولار للأوقية. كما زاد البلاتين بنسبة 0.4% إلى 987.75 دولار. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أسامة زرعي الخبير الاقتصادي. مرحبا بك في البداية. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. لماذا ارتفع الذهب عالميا خلال الفترة الراهنة؟ خلينا نقول ان النهارده الاربع وامبارح الثلاث كان عندي اكتر من كان عندي شهاده جيروم باول قدام مجلس الكونجرس، وكانت شهاده باول كان الاغلب كان بيتوقع ان باول هيبدا يمهد لتخفيض اسعار الفايده، لكن باول عكس كل كلامه وقال ان احنا مش هنبدا نخفض اسعار الفايده اطلاقا غير لما نشوف التضخم بيتراجع لمستويات ال 2%. نعم. خلال كمان الاسبوع اللي فات كان عندي اكثر مؤشر بيأثر على الاسواق، ويمكن باول نفسه كان اتكلم ان علشان نبدا نشوف تخفيض في اسعار الفايده لازم نشوف حاجتين، تراجع في التضخم وتراجع في معدلات التوظيف داخل الولايات المتحده الامريكيه. الاسبوع اللي فات كان عندي التوقعات بتشير ان التوظيف هيطلع عند 190 الف وظيفه، لكن للاسف سوق التوظيف ما زال بيدي سوق قوي وطلع عند حوالي 206 الف وظيفه. نعم. التخوفات دي كلها بدات تشوف الاسواق ان ما هو التحوط اللي جاي من الخوف من التضخم اللي ممكن يحصل. عندنا بكره ان شاء الله الخميس القراءه اللي جايه للتضخم، فالخوف كله من معدلات التضخم اللي ممكن تحصل في الولايات المتحده الامريكيه. سوق الذهب سوق بيتاثر جدا بكامل التحركات اللي ممكن تكون بتحصل حواليه، سواء كانت معدلات التضخم في الولايات المتحده او كمان معدلات التوظيف. كمان بجانب رجوع مرة تانية السيولة والليكويديتي لصناديق الاستثمار الخاصة بالذهب. يمكن النهاردة عندي حاجتين مهمين، عندي خروج لصناديق التحوط أو مديرين صناديق التحوط
بيخرجوا من سوق الذهب كان تخوفا من ان الفايده تفضل لفتره طويله، وعندي الجزء الثاني رجوع السيوله مره ثانيه من المستثمرين ومن اكثر من صندوق لصناديق التحوط الامريكيه، اسف صناديق الاستثمار الامريكيه المقاومه بالذهب، فنوعا ما بدات تحصل سيوله عندي خلال الفتره دي، فخلى نشوف الارتفاع ده للذهب، لكن اتوقع ان هو يبقى ارتفاع مؤقت يعني. كيف ترى يعني مشتريات البنوك المركزيه الاخيره؟ مشتريات البنوك المركزية لما نيجي نبص مين أكتر البنوك حركت معانا السوق، هيشوف إن الصين والهند وتركيا. الصين فضلت 18 شهر بتشتري الذهب، لكن أعلنت خلال الشهرين اللي هو مايو ويونيو إن هي مش بتشتري الذهب، ويمكن أتوقع هي دي إشاعة. الصين بتشتري ذهب لكن من الانتاج المحلي الخاص بها مش من بره، فالصين بتشتري من نفسها لكن لم تمنع شراء الذهب. عندي السوق الثاني وهو السوق الهندي، واللي اشترى اكثر من 16 طن خلال الفتره اللي فاتت. عند السوق التركي دخل ثاني جوه الاسواق. البنوك المركزيه ما زالت كلها جوه السوق، ويمكن هو لاعب كبير قوي معايا. يمكن كمان بشوف ان تايلاند البنك المركزي التايلاندي من اهم اللاعبين حاليا عندي جوه سوق الذهب، فما زالت البنوك المركزيه بتشتري الذهب. كان في استطلاع من مجلس الذهب العالمي على اكثر من بنك مركزي بنسبه 84% من البنوك المركزيه اللي دخلت الاستطلاع قالت ان احنا هنكمل مشتريات في النص الثاني من 2024. فاتوقع ان ما زالت البنوك المركزيه هتبقى لاعب اساسي معايا في الربع الثالث او النص الثاني من السنه القادمه. نعم. هل توتر الاوضاع الجيوسياسيه لها تاثير على الاسعار؟ توتر الاوضاع السياسيه بيكون على حسب الثقل للتوتر الاوضاع الجيوسياسيه، بمعنى ان لما حصلت مشكله مثلا ما بين الكيان المحتل وما بين ايران لم نتأثر بيه، يعني ما كانش عندي التأثر القوي، لكن النهارده لما باجي ببص على كامل الأوضاع الجيوسياسية، تأثر الشرق الأوسط هنا عندنا كان ليه عامل قوي في أسعار الذهب، كان ليه عامل قوي في أسعار الذهب، ما زالت روسيا وأوكرانيا ليها عامل قوي في التوترات الجيوسياسية، ولكن برضه يبقى عندي كمان الانتخابات الأمريكية بجانب التوترات الجيوسياسية، فالاثنين هيدونا تحركات ممكن تبقى عنيفة خلال الفترة اللي جاية، ويمكن ده توقعي الشخصي يعني. نعم. كيف ترى أسعار النفط عالميا؟ كان تقرير الأوبك كان خرج بيقول إن احنا هنكمل في 2.2 مليون برميل يوميا لحد 2024، ومن بعد كده هنبدأ نشوف 1.8 مليون برميل في 25. أسعار النفط عالميا خلال الفترة اللي فاتت اتأثرت بعدة عوامل. كان عندي أول حاجة التضخم في الصين، ويمكن الصين من أكبر المستوردين في الإنتاج الصناعي تحديدا، فنسبة التدهور اللي ممكن يكون بيحصل في الصين أتوقع هيبقى ليه تأثير على أسعار النفط. الجزء الثاني كان الأعاصير اللي بدأت تحصل، وكانت خلت جزء ما من المواني قفل، فخلانا نشوف الارتفاعات اللي كانت في أسعار البترول. الجزء الثالث ويمكن هو مهم جدا بالنسبة لي، هو ما مدى التدهور اللي ممكن يكون هيحصل في الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا النهارده بشوف إن الإنتاج الصناعي بيرجع في الولايات المتحدة الأمريكية، معدلات النمو نفسها بدأت تقل هناك، كانت خرجت في الربع الأول 1.4، كان في توقع من الفدرالي الأمريكي في أتلانتا كان بيقول إن في مايو كانت توقعاتهم بتقول 4.2، التوقعات دلوقتي خرجت 1.7، فضعف النمو الاقتصادي سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو سواء في الصين خلال الفترة الراهنة وصعوبة التضخم، وبأكد عليها أتوقع هيبدأ يخليني حتى لو شفت ارتفاع تاني لأسعار البترول، أتوقع ضعف النمو هيبدأ يخليني أشوف تتراجع في أسعار النمو. نعم. بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى يعني مثل الذهب أو بلاتين، ما هي توقعاتك أيضا بالنسبة للأسعار؟ في الأغلب سوق المعادن نفسه سواء كانت فضة او بلاتين او ذهب او خلافه، هما الاثنين اوريدي بيبداوا يشوفوا سيوله داخله ليهم. ليه؟ احنا النهارده هنبدا ندخل في مرحله تخفيض لاسعار الفايده، لكن يمكن كل معدن ليهم ليه اناليسيس خاصه بيه، بحيث ما هو الاستخدام اللي ممكن يكون بيستخدموه.
بمعنى ان الفضه الانتاج الكبير جدا للفضه كله ده بيروح للصين، لان الصين هي تعتبر اكثر دوله مستهلكه للفضه في الوقت ده. وهكذا البلاتين، الذهب يمكن الجزء الكبير منه بيروح لمشتريات البنوك المركزيه. لما نيجي نبص على اكثر من نوع، وهل التضخم اللي تواجد سواء كان في الصين او في الولايات المتحده او في اكثر من مكان، لما نيجي نبص على القوه الشرائيه للعملات نفسها بنشوف ان هي حتى لو التضخم بيرجع لمستهدفات البنوك المركزيه، لكن في الوقت ده العملات بتفقد القوه الشرائيه بتاعتها. وبالتالي لما العمله بتفقد القوه الشرائيه بتاعتها، فبالتالي اسعار المعادن نفسها بتبدا تزيد. انتاج الفضه في العالم اتوقع ان هو هيزيد، وكان المستهدف للفضه ما بين ال 35 وال 30 دولار، المستهدف بتاعها كان المفترض يبقى 52 دولار، لكن اتوقع ان في اتجاه من مديرين المحافظ من البنوك من اكثر من حاجه للضغط على اسعار الذهب وعلى اسعار الفايده، اسف على اسعار الذهب وعلى اسعار الفضه، علشان ما يوصلوش لاسعار اكثر من كده. لكن يعني شئنا ام ابينا هيجي في وقت من الاوقات ويحصل اعاده تقييم لاسعار الذهب او لاسعار الفضه او لاسعار البلاتين، واتوقع اسعارها هتتضاعف عن المستويات اللي هي عليها. نعم، الاستاذ اسامه الزرعي الخبير الاقتصادي، شكرا لك. في أسواق النقد الأجنبي ارتفع الدولار اليوم، لكنه حام بالقرب من أدنى مستوى في 3 أسابيع بعد نبرة حذرة في تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي. واستقر اليورو عند 1.82 من ألف دولار، وارتفع الدولار 0.07% إلى 161.43 ين، بينما جرى تداول العملتين في نطاق ضيق قبل اجتماع بنك اليابان المقرر في نهاية الشهر. في آسيا ارتفع المؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى خلال التعاملات اليوم في جلسة متقلبة، مع تفوق أداء أسهم شركات المال وإقبال المستثمرين على شراء الأسهم للاستفادة من أحدث موجة صعود. وأغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.61%، كما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.47%. انتهى مؤشر النيل، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.